ياد انت بتحلم بميسي؟ انت كمان عين عين بس انت صباح الفل يا امه. صباح النور. يا عيال يلا يا عيال يلا يا بنت قوم يلا يا واد قوموا عشان تتفاحوا يلا وانتوا وراكوا حاجه غير الاكل قوم يا واد مالك متنح كده ليه قوم يلا يلا يا اخوي يلا كتكل هم انتوا وابوكوا انتوا وراكوا حاجه غير كده اوف الحمد لله كل يا واد الله كده يا امه بتاكلوا من غيري يا امه اعمل لك ايه ما انت بتتهبب تقعد بالساعه جوه بتهبب ايه بتغسل كرشه ايه ده انت هو ده انت عمال تعمل في طريقه انت قد ايه على وشك هتحط عيشه شوي هتحط عيش لا لا الغباء ده يعني مفيش عيش كده يا اما مفيش على راي المثل اطبخ يا جاريه كلف يا سيدي ولا يا ابني هلاقيها منك ولا من اخواتك ولا من ابوك اللي من امبارح لحد دلوقتي مرجعش ولا كأن الكلب واكله عجين يا ام موشح كل يوم زهقت منه وحفظته انا هنزل الشغل دلوقتي من غير فطار ابقى اشتري لك يا اخويا شقتين فول وكلهم مع على ضيشه ما تعمليش بقى فيها فيلم يا ام انت خليتيلي فلوس اجيب بيها البان يا ام يا ام انا مش لاقي اكل منك يا ام حرام عليكم هو انتوا جبتوني عشان تعذبونا يا ساتر يا رب حرام عليا حرمت عليك عيشتك طلع لابوك ده هي فيك وفي ابوك هجيبه يعني منين ياما ياما ايه في ايه يا واد بتزعق كده ليه يا دناير في حوار كل يوم ياما في تقليبه كل يوم ياما ياما انا بجيب فلوس من غير رجليه اللي بيجريهم انا يا دناير اللي بجريهم اديتهم لاختك عشان تجيب لنا خضار للغدا وانا مالي ومالي الغدا انا بتغدى بره اساسا يا واد ابوك ما بيخشش عليا بعود جرجير واحد هاكل اخواتك بس منين يا ربي يا عيش يا عيش ده انا كل يوم بصرف لك 10 جنيه هيعملوا ايه يا دنايا يا روح عيش ال 10 جنيه هيجيبوا ايه يا اخويا ولا حاجه وبعدين بقى المفروض انك انت تصرف عليا انا واخواتك كبرناك وخليناك زي العجل اهو وخدت الثانويه ودخلت الجامعه وما رضيناش انك تخش حتى صنايع وتبقى نقاش قد الدنيا بقيت وزير الصحه انا دلوقتي ولا دخلتوني انتوا الجامعه الامريكيه معقول بفلوسي وبدعايه يا ابن المسطول